النهاردة هكلمكم عن الفراشة، ممكن تكونوا أول مرة تسمعوا عنها. طبعا هي مش أجمل فراشة ممكن الإنسان يشوفها، بس هي الحشرة اللي بتمتلك أكبر أجنحة على وجه الأرض، وبيطلق عليها اسم الملكة ألكسندرا صاحبة أجنحة الطيور، نظرا لكبر جناحيها حيث بيصل طولها إلى 30 سنتيمتر، وده اللي بيخليها تدخل قائمة الحشرات والحيوانات ذات الأرقام القياسية. الفراشة دي بتكون ملفتة للنظر وهي بتطير بأجنحتها الضخمة مقارنة بجسمها الصغير، وهي مش جميلة زي الذكر اللي بيبدو أصغر حجما وأكثر ألوانا. والفراشة دي بتواجه خطر الانقراض، حيث أنها بتعيش في مكان واحد بس على الأرض، وهي غابات بابوا في غينيا الجديدة. هي نادرة جدا أكيد، وما فيش حد شافها إلا قليل جدا، لأنها بتتكاثر في أعلى الأشجار وبتطير في الأماكن المرتفعة وبيصعب ملاحظتها، وكمان بتعيش لمدة 4 شهور، وده كمان عمر كبير مقارنة بأعمار الفراشات التانية اللي لا تتجاوز الأسبوع. بس هي زي كل الفراشات ما عندهاش سنين، بس عندها لسان بتمص بيه رحيق الأزهار، وده بتساعدها في تلقيحها في نفس الوقت. يعني هي كده بتقوم بمهمة التلقيح على الأشجار العالية اللي الحشرات التانية مش بتقدر توصلها. وكمان بنلاحظ ان الطيور آكلة الحشرات زي العصافير بتتفادى أكلها، وده بسبب ان جسمها سام جدا، وخاصة الطبقة الخارجية، وكمان أجنحتها بتطلع ألوان براقة بتخلي الطيور تحس بالخوف من الاقتراب منها. ومع كده كان الناس المهووسين بتجميع الطيور بيسعوا انهم يوصلوا لها ويصطادوها، بس هي دلوقتي محمية بقوانين مكافحة الانقراض في غينيا الجديدة. والجدير بالذكر ان في فراشة تانية اسمها هيراقل بتنافس ألكسندرا في طول الجناحين، حيث بيصل طولها ل 27 سنتيمتر تقريبا، وبتعيش في مناطق جنوب شرق اسيا، وبتتمتع بالوان اجمل سواء للذكر او للانثى، وفي اخر الجناح بتاعها انسيابية شبه راس الثعلب. كده اكون خلصت الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا وتعملوا اشتراك للقناة وشير للفيديو ولايك، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.